السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ الكلام بالصلاة على النبي. بس بقول لحضرتك ما تزعلش إن أنا حطيت لك صورة مصغرة ملفتة للأنظار علشان خاطر تدخل الفيديو وتسمع الكلمتين اللي أنا هقولهم لك دول. يا جماعة الفيديو ده متسرب بالغلط. يعني ازاي متسرب بالغلط؟ يعني هو نزل غصب عنهم، ما يعرفوش حاجة عنه. لكن كل اللي نقدر نقوله ان احنا نخلينا في حالنا شوية. ازاي نخلينا في حالنا شوية؟ يعني فيديو زي كده بالغلط بلاش كل شوية ننشر فيه ونعيد ونزيد فيه ونتكلم في الموضوع غير بكل حسنة ونية صالحة، علشان خاطر انت مسلم، عشان خاطر الدين بتاعك بيقولك ما تفضحش اي حد ونعرف ربنا. وهم دول اي واحد مننا ممكن يكون وهو في بيته عايل يصوره وينزل على السوشيال ميديا، عادي طبيعي، فغصب عنك او غصب عنك دي حاجة طبيعية. وطبعا الست قالت ان هي اساسا الموضوع غصب عنها، وان الفيديو عايز يتمسح والحوار ايه منهي. مش كل شوية واحد ينزل لي فيديو ويقعد يتكلم ويهرف المهري وملوش صنف اللازمة اصلا، هو عمال يتكلم علشان يجيب مشاهدات ويعمل حوارات. ليه يا ابني ده كله؟ عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الترند. مش عايز اقولك ان انت اساسا خسران في الاخر. شوية لايكات ملهمش لازمة، شوية لايكات ملهمش لازمة، شوية مشاهدات ملهمش لازمة. اساسا في فيديوهات ما بيبقاش عليها ربح عشان تبقوا عارفين، واكتر الفيديوهات اللي زي كده ما بيبقاش عليها ربح. فانا كل اللي طالع اقوله ان انا بنصح اخواتي المسلمين ان انت لما تشوف زي كده ما تنشرش وتفضح الدنيا. يا حبيبي دار على اخوك المسلم ودار على اختك المسلمة، ديننا بيقول لنا كده. احترموا نفسكم شوية وخلوا عندكم رحمة ودين، خلوا عندكم رحمة ودين. واتمنى منكم كلكم كل اللي بيشاهدني للحظة دي يضغط لايك واشتراك للفيديو عشان الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد.